عدنا اليكم مشاهدينا الكرام في صوت الجماهير. شوفوا هقول لحضراتكم حاجه، كل ما بنقترب واكثر واكثر من تحقيق الحلم المصري العظيم افتتاح قناه السويس، البعدة اللي حضراتكم عارفينهم اللي هم لا يريدوا اهل الشر، يعني اللي بيقول عليهم دايما سياده الرئيس ان هم اهل الشر، بيبقوا لا على حامي ولا على بارد، بيبقوا كده زي اللي متجننين ومصابين بلوثة، لوثة عقلية وحالة من الفزع والجنون. الله ده بالفعل قالوا في 2014، في أغسطس 2014 ان هم هيبدأوا يحفروا، بدأوا الحفر بالفعل وقالوا في سنة هنخلص، والسنة ان شاء الله باذن الله في 6 اغسطس اللي جاي الحلم المصري يتحقق، افتتاح قناه السويس الجديده. كل ما بيقترب اليوم ده وهم بيجن جنونهم، ان شاء الله يتجننوا اكتر واكتر، ولكن باذن الله احنا قادرين بقوتنا المسلحه الباسله ان احنا نصد هذا الجنون وهذا الافتراء، وربنا سبحانه وتعالى واقف معانا لاننا باذن الله على الحق. فدلوقتي في الفترة بتاعتنا صوت الجماهير احنا هنتكلم فيها عن كده الحملات المغرضة اللي هي بتواجه قناة السويس الجديدة، ونوري لحضراتكم بالحقائق الاقتصادية الدامغة وبالأدلة الدامغة وبالأرقام قناة السويس الجديدة دي هتعمل لمصر ايه، ايه اللي هتضيفه لمصر، ايه اللي هتحققه للمواطن المصري. اسمحوا لي ارحب في هذه الفتره من صوت الجماهير بالخبير الاقتصادي الدكتور عماد مهنا. دكتور عماد برحب بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. يعني وحضرتك بالصحه والسلامه، وطبعا رابع ايام العيد، كل سنه وانت طيب وكل الشعب المصري بخير والامه العربيه والاسلاميه. وابدا معاك حديثي عن قناه السويس وحمله التشكيك الضاريه، واحنا في العد التنازلي ايام لا تفصلنا سوى ايام عن تحقيق هذا الحلم اللي خلاص المصريين، يعني ما شفتش فرحه للمصريين من عشرات السنين زي ما فرحتنا واحنا رايحين نشتري شهادات استثمار قناه السويس عشان نحفرها بفلوسنا زي ما قال سياده الرئيس، المصريين هم اللي هي حمل التشكيك ضاريه. ايه اللي شايفه من وراء هذه الحمله؟ خلينا نقول مبدئيا انه محور قناة السويس أو قناة السويس كممر عالمي بيعتبر أحد 5 ممرات عالمية اللي هي بتحرك التجارة كلها في العالم. مصر أو قناة السويس بنبهة 12% من حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى 20% من حركة الحاويات. الوضع الاقتصادي طبعا مؤثر جدا بالنسبة لمصر كإيراد لقناة السويس، بيعتبر ثالث إيراد بعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج والسياح. الحملة المغرضة زي ما حضرتك أشرت بمنتهى الدقة دي حملات متتالية، الحقيقة هي جزء من مخطط يمكن كلنا سمعنا عنه، كان أشار السيد الرئيس أن هناك مؤامرات كبيرة يعني تدار ضد مصر، وأحد هذه المؤامرات هي عمليات سياقة الشائعات. ويمكن المخطط العالمي لتقسيم منطقة الشرق الأوسط وإسقاط مصر يعتبر هنا زي ما حضرتك أشرت أنه جن جنونه بعد بدء هذا المشروع القومي الكبير في محور قناة السويس. ومحور قناة السويس الحقيقة هيكون له عائد كبير من الناحية السياسية، أولا بيعيد استراتيجية مصر ومكانتها على مستوى العالم اللي افتقدناها زي ما حضرتك أشرت على مدار عشرات السنين. لأول مرة بعد عقود عديدة بيشعر المصري بمكانته وقدرته على المساهمة في حركة التجارة العالمية وعلى التقدم العالمي. من الناحية الاستراتيجية بمحور قناة السويس بالمشروعات الصناعية والتجارية والزراعية والمناطق العمرانية بتصل إلى 18 منطقة عمرانية، بنقدر إن احنا نغلق البوابة الشرقية تماما اللي يمكن مصر كانت بتعاني منها لعقود طويلة لتهريب السلاح والمخدرات، بالإضافة إلى أي عداءات سواء كانت إرهابية أو عداءات أخرى. بالإضافة إلى هذا من الناحية الاقتصادية على مجمل المشروع بنتكلم على 42 مشروع كبير داخل هذا المخطط القومي، بيساهم أو هيساهم بما يقترب من 1.5 مليون فرصة عمل، ما يقرب من مليار دولار إيراداته. يمكن نفصل بس جزئيتين عشان السادة المشاهدين، موضوع التعريفة المرور، مصر تحصل حاليا على 5.5 مليار دولار، المتوقع للتعريفة
تزيد إلى ما يقرب من 13 مليار دولار بحلول عام 2022، يعني بمعدل نص مليار دولار في السنة. لكن المحور اللي هو هيشمل 42 مشروع، المنطقة اللوجستية، الأنفاق، منهم نفقين يحملوا قطارات، وهنا هنشوف نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية. فنفع محور قناة السويس ليس فقط الآن ولا في الثلاث سنوات القادمة، ولكن للمئتين سنة اللي جايين، إنه هنشوف منطقة متنامية تماما، وللعالم كله وخاصة الدول الكبرى زي الصين وروسيا بدأوا بالفعل يستثمروا في المناطق الحرة. فنقلة قناة السويس ستكون نقلة نوعية لمصر، وتوقعاتنا زي ما كل الناس بتتوقع انه مصر ستكون من اكبر 20 اقتصاد في العالم في الخمس سنين الجايين فقط بمحور قناة السويس. نتمنى ان شاء الله ان كل ده يحدث، ونطمن المصريين انه دي كلها زي ما حضرتك اشرت حملات مغرضة ضرب العلاقة ما بين القوات المسلحة والمواطنين، لأن مصر دائما نعرف عنها من أيام أحمس أنها دولة تتبع جيشها. فإحنا فخورين بجيشنا وفخورين ببنات هذا البلد، والمخطط بيشمل معذرة ثلاث محاور أساسية عشان السادة المشاهدين يعرفوهم. أولا ضرب العلاقة ما بين المواطن والقوات المسلحة، ثانيا استدراج القوات المسلحة في نزاعات داخلية من خلال عمليات إرهابية ونزول الشارع، النقطة الثالثة أو المحور الثالث وهو استدراج القوات المسلحة في نزاعات خارجية. فلابد أن نكون دائما وراء القوات المسلحة في البناء وفي التأمين، لأن القوات المسلحة هي الشعب المصري. أكيد باختصار شديد طبعًا جدا، يعني القوات المسلحة إحنا الشعب وإحنا الجيش في نفس التوقيت. طيب أنا مش عايز أخش في التفاصيل قبل ما أرد على بعض الشائعات اللي هم بيروج ليها أهل الشر، اللي هم جن جنونهم كل أو بيجن جنونهم كل ما نقترب من هذا اليوم الحلم الكبير 6/8. يقال إن اللي هيعدي في قناة السويس، إذا كان دلوقتي بيعدي كذا سفينة، هم هو بيعدي أنا معايا حضرتك الإحصائيات، إحنا عندنا 18500 سفينة بيعدوا حاليا. ده هيزيد، ولو تسمح لي أوضحها للسادة المشاهدين، هو عمليات طبعا عندنا القصة دي 47 سفينة في اليوم تقريبا. لا ده 74 ده هيزيد لحاجة و90 سفينة بعد الاتساع. هي الفكرة كلها في محور قناة السويس أو في قناة السويس، احنا عندنا مجرى واحد، عندنا فكرة المقابل زي فكرة القطارات اللي موجودة عندنا في الدلتا. فهو المحور الموازي اللي هو 35 كيلو هيسمح بقافلة الشمال كانت بتنتظر حوالي 11 ساعة، فدلوقتي هيقل الانتظار من 11 ساعة إلى 3 ساعات، وبالتالي هنا عملية المقابل هتبقى قليلة جدا، وبالتالي هقدر أزود عدد السفن ما يقرب من 15 إلى 20% في اليوم. فده هنا هيديني إيراد زيادة، بالإضافة إلى كده هيزود المزايا النسبية لمحور قناة السويس. ولو تسمح لي في ثواني بسيطة نشرح إيه المزايا النسبية اللي موجودة في محور قناة السويس. محور قناة السويس أولا هي مركز التجارة العالمية، ويمكن المفروض أنه والكلام ده يعني كان له دراسات من زمان، سنة 90 كان المفروض أن احنا بدأنا في محور قناة السويس سنة 90، لأنه برجوع هونغ كونغ إلى الصين كانت فرصة مصر أن تكون هب التجارة العالمي في القرن 21، ولكن تأخرنا فيها. النهاردة الرئيس السيسي بيبدأ. أولا محور قناة السويس أو قناة السويس أعرض وأعمق من قناة بنما. قناة بنما عليها أقفال، المرور فيها ما هوش سلس زي قناة السويس. قناة السويس رغم الطول فيها بيعتبر السلاسة في الإبحار أسهل بكتير من قناة بنما، بيوفر حوالي 35% من التكلفة في قناة السويس عن المرور في قناة بنما. المنافسين لقناة السويس عندنا بحر الشمال اللي هو بيربط ما بين آسيا وإفريقيا من ناحية روسيا وسيبيريا، عندنا قناة بنما في ما بين أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، عندنا قناة سنغافورة، وعندنا طريق رأس رجاء صالح حوالين جنوب افريقيا. ويمكن قناة السويس بتوفر اكتر من 40%. فمن ناحية النفع زي ما قال السيد الرئيس ان احنا بنقدم هدية للعالم، ده معنى كلمة السيد الرئيس. يعني ايه بنقدم هدية للعالم؟ لانه محور قناة السويس هيقلل فترات المرور للتجارة ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ثانيا سيوفر التكلفة على شركات الملاحة العالمية، وثالثا هنا هيحرك ويمكن نربط مع ده المشروع القومي لتخزين الحاصلات اللي هو هيكون في دمياط. يبقى إذن أنا عندي حركة سفن وملاحة عالمية، كروزات سياحة بتتحرك في كل الاتجاهات بنربط ثلاث قارات، وفي نفس الوقت أنا عندي الحاصلات موجودة جنبها في دمياط، فأقدر لو في أي سفينة عايزة تحمل أي حاصلات بقدر أخدها من دمياط. فالرؤية الجديدة أن تكون مصر سلة الغذاء كما كانت في عهد النبي يوسف. طيب
ده بالنسبة لمسألة المرور، هنزود عدد المرور في السفن. طب لو اتكلمنا عن محور تنمية قناة السويس بقى ككل، وما يقال ان قناة السويس اذا كانت بتجيب لنا 5 مليار دولار، لا ده المحور ده هيدير لمصر حوالي 100 مليار دولار على يمكن مدى قصير. يعتبر هو 8 سنين الزمن. يعني ان شاء الله بعد 8 سنين نبدا نشوف هذه الحركه. وطبعا الارقام دي قابله للزياده، لان هي طبعاً ارقام بتبقى طبعاً يعني هي مجرد تقديرات. بالظبط، هي تقديرات مبنيه على فوركاست بس، توقع ما نضمنش ايه الحركه اللي جايه، ممكن تزيد بشكل قد ايه، ممكن تزيد. واحنا للاسف عندنا برضو مشكله في منطقه الشرق الاوسط، وهو التهديد الامني اللي بيكون له تاثير مباشر على حركه التجاره والسياحه. فاي مشكله في الدول العربيه بتاثر علينا بشكل اكيد، لكن الدراسات معموله بشكل طيب. طبعا المنافس لينا هو منطقة جبل علي. حاليا ايراد جبل علي 13-14 حوالي 7.3 مليار دولار. من المتوقع ان يوصل في 2014-2015 الى 10 مليار دولار. ده المنطقة اللوجستية. ويمكن طبعا احنا عارفين منطقة جبل علي في منطقة الخليج العربي، فما فيهاش حركة كبيرة زي اللي هتبقى، يمكن ما فيش 5% بالمقارنة باللي هيكون موجود في محور قناة السويس. وبالتالي لو قسنا الإيراد على جبل علي اللي موجود في الإمارات من منطقة اللوجستية والمرور، أعتقد أن محور قناة السويس هيكون أكبر بكتير. طبعا المشاريع اللي موجودة مشروعات كلها ضخمة. بنتكلم على في المجمل 42 مشروع. في عندنا طبعا 7 أنفاق هيكونوا موجودين، أو 6 بالإضافة للي موجود. في عندنا نفقين هيسمحوا بمرور قطارات، فأنا هربط سينا بمنطقة شرق الدلتا. وهنا طالما في بنية تحتية، زي ما بيعتقد دايما الدكتور فاروق الباز، طالما في بنية تحتية طرق وبنية تحتية بالتالي هيكون في تنمية. فالأنفاق بالفعل بدأ فيها القوات المسلحة في 3500 كيلومتر، فتح منهم السيد الرئيس قبل المحور الاقتصادي 1700 كيلومتر. ودي كانت حركة ذكية، ان هو بيقول للعالم قبل المحور الاقتصادي احنا بالفعل بدأنا، وبالفعل في شغل بدأنا نشتغل. طيب اسمح لي قبل ما نستكمل هذا النقطة دي تحديدا، ناخد معنا زميلنا عمرو البليجي من موقع حفر قناة السويس الجديدة، اللي هي خلاص ما بقاش موقع حفر، بقى موقع انتظار الفرح الكبير المصري. يعني زميلنا الجميل عمرو المليجي صاحب الصوت البشوش، برحب بيك. اهلا بيك زميلي احمد، وجي تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه صوت الشعب. اهلا بيك يا فندم. عمرو، ايه الاخبار عندك؟ اخر الاخبار ايه بالنسبه للمسات الاخيره بقى للفرح الكبير في قناه السويس؟ ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ يعني تحديدا زميل احمد وجيه، انت بتطلبني واحنا في انتظار لقاء مع الفريق مهاب لميش رئيس هيئه قناه السويس في مبنى الارشاد التابع للهيئه، من خلال زياره اليوم لوفد من الاذاعه المصريه، بيصلوا الان الى مبنى الارشاد لاجراء بعض اللقاءات، ولقاء في البدايه مع الفريق مهاب لميش رئيس هيئه قناه السويس، بيشرح لهم اخر ما وصلت اليه الاعمال، ثم بينتقلوا عبر اللانشات البحريه لمواقع العمل بالفعل، وتسجيل بعض اللقاءات مع العاملين في المشروع، سواء العاملين في التدريج او العاملين على الكركات. بعد هذا اللقاء طبعا بنتعرف من خلال هذا اللقاء في البدايه عن معدلات التكريك، اللي انا عايز اكد لك ان المعدل بيسير بشكل جيد جدا. معدل يومي يتراوح من 600,000 الى 800,000 متر مكعب، وصلنا حتى هذه اللحظه 256.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعه بالمياه، بنسبه حوالي 97.5% تقريبا. التحالف البلجيكي الامريكي في منطقه البحيرات، اول التحالفات تنهي عملها غدا ان شاء الله. الفريق مهاب لميش رئيس قناة السويس كان في زيارة أمس إلى المنصة الرئيسية اللي هتقام عليها الاحتفالية الضخمة اللي هتستقبل رؤساء ودول وزعماء العالم في الاحتفال بافتتاح القناة الجديدة. تفقد الموقع بالكامل واطلع على آخر التجهيزات اللي بتتم من حيث التجهيزات الخاصة بالمنصة كمنصة كإقامة، أو تجهيزات المنصة نفسها من حيث المقاعد و كل ما يتم الإضاءة والزوايا الخاصة بالتصوير واللقاءات اللي هتكون موجودة في نفس يوم الاحتفالية. أيضا الفريق مهاب لميش أكد أنه نهاية هذا الشهر يعني 31/7 تحديدا هتكون جميع الأعمال انتهت، لأنه يوم 25/7 سيشهد بداية التشغيل التجريبي بطول الازدواج الملاحي 72 كيلومتر بالكامل. احنا عندنا حاليا بعض المواقع اللي تم استلامها وتسليمها لهيئة قناة السويس بدأت بالفعل التشغيل التجريبي الخاص بيها، ولكن يوم 25 هيكون التشغيل او التجريبي من خلال تمرير يعني احدى السفن العملاقة او الضخمة جدا اللي هتمر من قافلة في الجنوب. بعدها مباشرة تاني يوم هيتم تمرير قافلة كاملة من جهة الجنوب ايضا، او قافلة الجنوب، يعني هيكون في اختبارات جادة جدا لهذا المجرى، ان الناحية الخشن يبقى جاهز ان شاء الله
يوم 31/7 زميل احمد. يبقى يوم 31/7 يكون جاهز تماما، والافتتاح الرسمي يكون يوم 6/8 ان شاء الله. عمرو قول لي الملامح الاحتفال بدات تكتمل، قول لي انا يعني شاغلني قوي موضوع صوره مصر قصاد العالم في هذا اليوم، يعني ايه اللي انت شايفه من واقع خبرتك انت، الموضوع مبهر زي ما احنا متوقعين ولا ايه بالظبط؟ يعني حقيقة انا عايز اوصف لك ان انا بننطلق انطلاقة كبيرة جدا، وحواراتنا مع الفريق ما بنمشي يعني يعتبر كل يومين او ثلاثة بقى في لقاء بيبعث لنا رسالة تأكيد على ان هذه الاحتفالية احتفالية اسطورية باذن الله، يعني احتفالية يشهد بها العالم كله ان شاء الله، هتكون تغطية غير عادية لهذا الاحتفال، مستوى غير عادي، يعني فقرات حتى الاحتفال الغنائية والفنية والفلكلورية هتكون على مستوى الحدث بشكل كبير جدا. العالم ان شاء الله هينبهر يوم 9 اغسطس بهذه الاحتفالية اللي المصريين وهم او الفريق مهمة مش اكد على ان المصريين هم اصحاب هذا الحفل، هم اصحاب هذا الفرح، هم اصحاب هذا الانجاز، وبالتالي الرسالة هتكون واضحة من الشعب المصري لجميع شعوب العالم باذن الله من خلال يوم 9 اغسطس القادم باذن الله. ان شاء الله يا عمرو، مش عايز اعطلك اكتر من كده، عارف انك وراك شغل، اتمنى لك التوفيق، وتحياتنا مره تانية لسياده الفريق مهاب مميش رئيس هيئه قناه السويس. الف شكر يا عمرو على هذه المداخله. عمرو المليجي صاحب الصوت البشوش ده حب ولقبنا باللقب ده، لانه بصراحه بينقل لنا دايما واقع العمل هناك في قناه السويس، كانوا بينقلوا يوميا، وفي نفس الوقت ده كنت دايما تحس بنبره التفاؤل بتنعكس علينا ان احنا فعلا حاسين ان في معدلات انجاز طبعا، وده اللي حصل. والحقيقه الفريق مهاب مميش يعني كنت الحقيقه في حوار على القناه الاولى ودخل على التليفون، هو نفسه لما بيشوف اي حوار بيدخل عليه وبيضيف، وبالاضافه للي احنا كنا بنتكلم فيه، لا وهنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، فهو نفسه حاسس بانه في رؤيه جديده، وانه الشعب لابد انه يكون على وعي كامل باللي بيحصل. فدي نعم. مرحلة جديدة لمصر إن شاء الله. طيب تأثير قناة السويس على سينا، أنت عارف طيب. سينا هي الشغل الشاغل دلوقتي يا دكتور عماد أكيد. بالنسبة لنا، وطبعا هي هتشهد عملية تنموية كبيرة، بس طبعا هي يمكن بدأت دلوقتي، وحتى أثناء ما في أعمال اللي بتقوم بها قواتنا الباسلة هناك لتطهيرها من العصابات الإجرامية اللي موجودة دي، لكن تأثير بقى قناة السويس على سيناء تحديدا هيكون شكله ايه؟ هو طبعا لو نبدأ من تصريحات المهاب مميش من ايام، قال انه في 10 يعني فوائد هامة جدا بالنسبة للوضع المصري، وبالنسبة حتى للمستثمرين الاجانب من ناحية اعادة التشريعات، السماح لهم بالاراضي للاستثمار، هيبقى في رؤية جديدة، تحركات سياسية، تحركات امنية، تحركات اقتصادية تجارية، فهو الحقيقة في خطة كاملة لتعمير المنطقة ومن ضمنها سيناء. لما نيجي على سيناء، مشكلة سيناء الأساسية كانت المشكلة الأمنية نتيجة الفراغ الموجود، في جزء منه طبعا كان نتيجة عدم وجود يعني مسلحين مصريين أو من نقول عساكر من الجيش المصري لعمليات التأمين، ويمكن دي أعتقد النهاردة تغلبنا عليها بتواغل القوات المسلحة لتأمين المنطقة. يمكن كان هناك إهمال كبير في سيناء في العقود اللي فاتت. النهاردة سيناء مليئة بالمعادن، مليئة بالثروات، والنهاردة مع رؤية الدولة حتى مع مخطط إعادة الترسيم، أنه النهاردة يتم استغلال كافة الموارد. من ناحية سيناء بنتكلم هناك فوائد استراتيجية من الناحية الأمنية، وده بيتمثل في محور قناة السويس زي ما قلنا من شوية، وسد المنطقة الشرقية. هيبقى هناك طبعا مناطق صناعية متعددة في منطقة بير العبد، الحسنة، وعلى المحور شرق وغرب، وفي منطقة وسط سيناء، بنتكلم في منطقة الجنوب على ريفيرا إفريقيا في المرحلة الجاية، مركزها منطقة شرم الشيخ، في منطقة العريش. قول لي ريفيرا دي عشان الناس تفهم، لان ريفيرا دي بقى طبعا يعني مش عارفين ريفيرا يعني هو طبعا الشواطئ الشهيرة في شواطئ البحر المتوسط في اوروبا، في اوروبا، في المناطق الفرنسية والاسبانية والبرتغالية، فاحنا نأمل ان شاء الله انه يكون
هذا الركن من شرم الشيخ ومحور قناة السويس وخليج السويس أن يكون ريفيرا إفريقي في المرحلة الجديدة، لأنه منطقة شرم الشيخ هي تاني منطقة في الجمال الملاحي بالنسبة للسياحة البحرية بعد بارير ريف بتاع أستراليا. فإحنا عندنا الإمكانيات التي لم يتم استغلالها في المرحلة اللي فاتت، فحنشوف من التنمية السياحية جنوب سيناء ستكون لها الزعامة، شمال سيناء ستكون التركيز فيها على إعادة طريق الحرير القديم بالمرور من إفريقيا إلى آسيا عن طريق سيناء، سيعاد خط القطار القديم اللي كان موجود، وللأسف كثير من العمليات أو الإرهابيين استولوا على القضبان اللي موجودة، ده هيعاد تركيبه مرة أخرى. هنشوف حركة تجارة كبيرة تربط ما بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، وهنا الميزة الكبيرة لمصر وهي مركزيتها بين الثلاث قارات. النهاردة الاستثمار في الصناعات الثقيلة في محور قناة السويس ومنطقة الوسط والشمال في منطقة البردويل، ده هيعطي ميزة للمستثمرين النهارده، بدل ما صنع عربيه في الصين وصدرها لاوروبا تاخد مسافه طويله وتكلفه نقل، لا ده هيجي صنعها هنا في مصر، هتبقى بالنسبه لي انا بستفيد ناتج محلي يخفف من عبء الدين، دي المزايا بقى اللي انا بستفيد منها بشكل غير مباشر، هستفيد عمله صعبه في نفس الوقت، هيركز اهتمام العالم لهذه المنطقه حتى يكون هناك اهتمامات استراتيجيه. فالنهارده لو اي حد يعتدي على سيناء، لا روسيا لها اهتمامات، الصين لها اهتمامات، وهنا الرؤية الثاقبة بأننا أخلي العالم كله يستفيد من هذه المنطقة بقدر استفادة مصر، وفي النهاية تكون هذه المنطقة هي قائدة. أنا ربطته بيها بالمصالح. بالضبط. مش كده؟ بالضبط. طيب اسمح لنا بقى بما أننا صوت الجماهير ناخد صديقنا الأستاذ علاء من الأليوبية. أهلا يا أستاذ علاء. اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا استاذ احمد وضيف حضرتك الكريم، وبحب اهني حضرتك واهني الشعب المصري كله بمناسبه افتتاح القناه. والنهارده بنشكر وبنهني سياده الفريق مهاب مميش، هذا الرجل الوطني المخلص، وبنهني كل اللي شاركهم في فحص هذه القناه، وبنهني الشعب المصري اللي هو جمع فلوس القناه في اقل من 8 ايام. هذا الشعب العظيم ان شاء الله مع هذا القائد الوطني المخلص سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإذن الله مصر هتعبر وتحقق الرخاء والتنمية. بس النهاردة بنناشد الحكومة وبنناشد يكون فيه نواة لصندوق تحيا مصر في جميع القرى، لأن أنا عندي في قرية بتمدى مركز بنها عايزين نعمل ملعب مفتوح، بحيث يبقى النهاردة الشباب في ملاعب بيتم تأجيرها للشباب الساعة 150 جنيه والساعة 100 جنيه، احنا عندنا مركز الشباب مهمل، فاحنا بننشد وزير الشباب ان النهاردة نبيع مركز الشباب ده، ونقدر نعمل ونساهم مع الدولة في إقامة حمام سباحة وإقامة ملعب للشباب، وشباب القرية عندي على أتم الاستعداد للمشاركة في افتتاح قناة السويس، وعايزين النهاردة الفريق مهاب مميش ازاي النهاردة لو في وفد من القرية يقدر يطلع يشارك في حفل الافتتاح. ان شاء الله. بشكرك يا استاذ علاء على حسك الوطني العالي دون، ونتمنى طبعا الالتفات لمساله مراكز الشباب في قريه بتندا بالاليوبيه. اعتقد يا احمد بيه انه ده هيتم بعد الافتتاح الكبير في 6/8، انه هيئه قناه السويس هتنظم رحلات في من المحافظات. الناس تطلع تشوف، لانه دي مهمه جدا، وهو اعاده وجزء من اعاده بناء الثقافه المصريه، ان يكون لكل مصري دور واحساسه بقيمته كمصري كمساهم في هيئه قناه السويس. ان شاء الله. معنا كمان الاستاذ محمد من الجيزه. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا، مساء الخير يا سعاده الباشا. اهلا وسهلا. والله انا عايز اسال الاستاذ عماد، ايه المشاريع المساعده لقناه السويس؟ يعني عايزين نعرف في مشاريع زي مشاريع الصوامع اللي اعلن عنها وزير التموين، هل الصوامع دي اتعملت عشان روسيا تيجي تخزن عندنا قمح ونبعد نعيد توريدها تاني او تصديرها تاني؟ هل في مشاريع اصلاح سفن علشان الشعب المصري يشتغل فيها؟ هل في مشاريع شوبينج للسواح يقدروا ان هم ينزلوا ويعملوا شوبينج ويعملوا ويشتروا ويعملوا حتى يوم سياحي؟ عايزين نعرف المشاريع المساعده جنب قناه السويس، الاستاذ عماد يلقينا الضوء عليها. دي نمره واحد. نمره اثنين، عايزين تعمير حقيقي لسيناء. نمرة ثلاثة، عايزين تهجير الشعب المصري من المحافظات الطاردة للسكان زي المنوفية والحتت ديت
لانها تعمر في نهر ناطر في قريه اسمها قريه الرهاوي. احنا مستعدين نساعد بكل القوه للرئيس السيسي والمهندس محلب لان القريه كلها حفارين للابار. لا. الابار العميقه احنا مستعدين نحفر ابار عميقه للمليون فدان والسيناء. نعم. في سيناء في اراضي في ميه في سيناء وفي مرسى مطروح ومن اسكندريه للسلوم تحفر الارض تحفر الابيار يطلع لك حاجه اسمها ميه روماني يعني نص ملوحه تجود عليها الزراعات المختلفه منها البرسيم الامريكي او البرسيم الحجازي ونعمل مزارع بتلو هناك. احنا عايزين اداره جاده فعاله تنتج ان شاء الله وتشغل المصريين جميعا. والله والله انت عاجبني كلامك يا استاذ محمد لانه واضح انك متخصص قوي. اشكرك استاذ محمد من الجيزه. بس اسمح لنا ناخد بس عواطف من البحيره قبل ما نشوف المشروعات المساندة اللي اتكلم فيها استاذ محمد من الجيزة. استاذ عواطف من البحيرة اهلا بيك. السلام عليكم. اهلا بيك يا استاذ عواطف. استاذ احمد عامل ايه؟ الحمد لله كل عام وانتم بخير. وانت طيبة. مبروك على افتتاح القناة السويس ان شاء الله. يا رب كده ان شاء الله ينولنا اليوم ده ونشوفه كلنا مع بعض باذن الله. اتفضلي يا استاذ عواطف. انا رنيت عليكم قبل كده مرارا وتكرارا وانت حضرتك اتفضلت ورنيت عليا من رقمك الخاص. انا رنيت عليك من 5 6 اشهر تمام؟ فاكرني يا استاذ احمد؟ اه اتفضلي. انا اللي قلت لك ان انا يتيمة اب وام وقاعده ورحت المحافظه وخلافه وخلافه هلم جرة. ماشي يا استاذ احمد؟ ايوه. يا استاذ احمد انا نفسي ابلغ رساله للرئيس السيسي ان هو ان انا والله والله العظيم ما انا لاقي الا ده ورحت لجميع المحافظات المحافظين ما بيقابلوش حد. قلت له فاكس للرئيس السيسي ما ردش عليا. انا هجيب حصيره يا استاذ احمد وهقعد في الشارع وهشحق. انا لا لاقي شغل ولا لاقي سكن. وانا يا استاذ عواطف اسمحي لي مع احترامي الكامل ليكي اولا يعني انا مش عايز اقول لك انت عندك كام سنه. واضح من صوتك انك انت شابه و انا عندي 33 سنه يعني 33 مش كده؟ اه طيب واضح من صوتك انك شابه واعتقد ان مساله يعني مش عايز النبره تبقى النبره التهديديه لان مش لا رئيس الدوله ولا رئيس الوزراء. ثواني انا سمعتك اسمعيني لا رئيس الوزراء ولا رئيس الدولة هننزل يعني احنا 90 مليون يا استاذ عواطف احنا 90 مليون. فانا بقول لك اهو انا بقول لمحافظ البحيرة يعني بقول لمحافظ البحيرة وبقول لاي حد من القلوب الرحيمة يعني عندنا الست عواطف سيبي رقمك لربما حد يتصل بينا يا استاذ عواطف. انا ممكن اديك رقم يا استاذ احمد اديك عنواني بالكامل ان شاء الله باذن الله. بس انا مش عايزك تبقي يعني المسألة بالنسبة لي انا هجيب لا 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 معلش ما احبش الطريقة دي لسبب لان طول ما انا فيا صحه لابد ان انا ابحث عن عمل وابحث عن شغل. انا بشتغل يا استاذ احمد انا بشتغل في محل بس مش مدخل لي الدخل اللي هو وانا مهدده بالطرد دلوقتي يا استاذ احمد. نعم نعم انا مهدده بالطرد ان شاء الله باذن الله. انت طب ما قدمتيش في شقق الاسكان يا عواطف؟ قدمت يا استاذ احمد. ما انت بص انا قدمت في الاسكان بعتوا لي الوزاره في بعتوا لي للسكرتير العام. رحت للسكرتير العام جابني قال لي ما فيش الا بالرحمنيه 130 الف جنيه. قلت له انت لو قلت لي 130 انا مش هدفع انا مقدمه ايه وعادي. لا ما فيش حد بيدفع 130 دي خالص يا عواطف. لا 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 لا, لا. في شقق الاسكان الاجتماعي اللي موجوده اللي هي بتدفع فيها حوالي 5000 جنيه مقدم والباقي تقسيط حاجه كده. قال لي 20000 مقدم لا وفي حاجات تانية هتنزل. عواطف انت صبرتي قد ايه على الموضوع اللي انت فيه ده؟ انا بقالي 3 سنين كده. 3 سنين يا عواطف صبرت كتير والايام اللي جايه دي هتلاقي مشاريع كتيره قوي الحكومه هتطرحها كمان بالايجار ما هياش بس مجرد التمليك لا هيكون في حاجات تانية برضو ان شاء الله هتستفيدي منها. عواطف مش عايزك تيأسي وعايزك ان انت دايما تكوني متفائله كده وتفائلوا الخير تجدوه باذن الله يا عواطف. سيبي رقمك يا عواطف. اشكرك شكرا جزيلا. بالنسبه للمشاريع المسانده اللي اتكلم عليها استاذ محمد من الجيزه هو الاستاذ محمد الحقيقه اشار لثلاث نقط مهمين جدا ودول اصلا موجودين في المخطط القومي. بالنسبه للمشاريع عشان الساده المشاهدين يعرفوا في مشروعات بنسميها مشروعات قوميه وفي مشروعات تنمويه. المشروعات القوميه اللي هي الدوله كلها بتتحرك فيها ممكن تديني مليون ونص فرصة عمل الدولة كلها بتساهم فيها التشريع بيبقى على مستوى الدولة كله المنافع على الدولة كلها زي محور قناة السويس. فده المشروع القومي بيضم جواه مشروعات تنموية أخرى. فاحنا عندنا في مصر 22 مشروع قومي
اللي هو محور قناة السويس، توشكا، الساحل الشمالي، القطارة، الضبعة، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، المثلث الذهبي، كل ده 22 مشروع، وبالوادي الجديد فيه 4-5. طيب دي المشروعات القومية عشان الأستاذ محمد يعرف. المشروعات التنموية والساحل الشمالي، المشروعات التنموية بتبقى جواها. فأنا جوه محور قناة السويس هيبقى فيه جزء زراعي، جزء تجاري، جزء سياحي، الى لوجيستي بالظبط. هو بقى محتاج ان هو لهيئة قناة السويس يشوف ايه المشروعات المتاحة في المنطقة دي، وببساطة شديدة كل حاجة متاحة في المحور، كل حاجة. انا مش عايز اذكر كل مشروعات التنموية بس الموجودة، بس محتاج يتعب شوية هناك ويروح يشوف. طبعا انا عاوز اوضح نقطة، ودي برضه ثواني بس حتى للاستاذ عواطف، احنا عندنا مشكلة في الجهاز الاداري، فالناس تتعب شوية، كل ده بيصلح، الرئيس بيصلح الجهاز الاداري، وهذه ليست مجامله، الراجل بيشتغل فيها. الجهاز الاداري فيكم يعني تواصل، في مشكله في التواصل، فمحتاجين احنا نتعب شويه نجيب المعلومات. موضوع نقل الناس مهم جدا، لان ده موجود في المخطط القومي، ان يمنح كل اسره 500 الكثافه السكانيه 500 متر مربع هديه من الدوله، وده موجود في المخطط القومي في العبور الثاني. الميزه فيه انه ده بيكلف بالنسبه لي حوالي 3 مليون فدان للدوله فقط، لكن الميزه فيه ان انا بطلع الناس بره. انا لو معايا 5000 جنيه هروح افتح ورشه في سينا، ده هيفتح دكان، هنبدا ننقل راس المال بره لاستغلال كافه هذه الموارد. دكتور عماد مهنا الخبير الاقتصادي، كان نفسي الوقت يطول، ولكن اسمح لي برضو في 15 ثانيه تقدر تقول لي ايه اللي ممكن بعد قناه السويس ممكن يكون مفاجاه؟ بالنسبه للمشروعات، هو بعد قناه السويس هنبتدي في المحور على طول، هو دلوقتي الانفاق في محور قناه السويس، هنشوف بقى المناطق الحره. طبعا المفاجآت الثانيه هيعلن عنها سياده الرئيس، طبعا سياده الرئيس يعني جعبته الحقيقه، لان هو عنده رؤيه دي بالامانه، فهو جعبته مليانه رؤى. لكن يهمني جدا حاجتين، اعرف هيكله الجهاز الاداري واشراك الشعب اكثر، لان كل ما حضرتك شفت الناس طلعت في 8 ايام لمين 64 مليار جنيه، فنقدر ان احنا بمشاركه الشعب اعتقد هيكون في مساندة اكبر. دكتور عماد مهنا الخبير الاقتصادي، بشكرك الف شكر على هذا اللقاء، وان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية اطول شويه نستفيد فيها من علم حضرتك. مشاهدينا الكرام، قلنا في صوت الجماهير قناه السويس الجديده الحلم المصري، ان شاء الله باذن الله هتحقق كتير قوي للمصريين يعني. وانا عايز حضراتكم دايما تبقوا متفائلين، لان قناه السويس بالفعل حلم مصري عظيم بيتحقق، وان كان عند سياده الرئيس السيسي يقول لك لا في اكتر من كده. فان شاء الله باذن الله احنا منتظرين واحنا واثقين ان شاء الله باذن الله ان في حاجات اكتر من كده هتحصل وتحقق للشعب المصري. بشكركم على حسن المتابعه، وعلى وعد بلقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.